لوفي ايه لوكي. بس بقى كفاية هتحرق اللمط كفاية. يلا انزل. شاطر. يلا تعالى اقعد هنا. صباح الخير. ده ايه ده احنا بقينا الظهر، ايه اللي اخرك كل ده؟ كنت يا الصباح الورد. صباح الهنا يا حبيبي. ازيك يا احمد؟ ربنا. الدكتور قال ان شاء الله هتخرج بكره او بعده بالكتير. صباح الخير يا اشجان. سعيد. اتفضل اتفضل. الف حمد لله على سلامتك يا ست. اهلا يا سعيد. اتفضل. معلش انا جيت من غير ما اتصل، كنت عايز جاي. انا هستناك بره جابر. سعيد والله ما عارف اقول لك يا جابر. شده وتزول يا صاحبي. سبحان الله. ايه اللي جابك انت؟ الدكتوره اتصلت بيا النهارده الصبح وقالت لي بلغك انها رجعت من السفر وعايزاك تعدي عليها النهارده ضروري. النهارده؟ هي قالت لي انها مستنياك في الفيلا وعايزاك تعدي عليها على طول. اروح انا طيب اقابلها واشوف عايزه ايه وتقعد انت هنا جنب الحاجه؟ لا لا يا سعيد لا. الناس دول ما ينفعش معاهم والدتي ووالدتك. معلش يا سعيد افضل انت هنا وانا هروح اشوف عايزاني في ايدي. غير ما تقول يا جدع انت في ايه؟ امك واختك دول اهلي زي ما هم اهلك بالظبط يا جابر، واخدهم من بعنا الاثنين. في عم. سلام يا صاحبي. ازيك يا دكتور؟ هاي يا جابر. اهلا. انا من ساعه ما وصلت النهارده الصبح وانا بحاول اتصل بيك، موبايلك خارج نطاق الخدمه. اصلي امي تعبانه شويه في المستشفى فقفلته. ايوه ايوه سعيد قال لي. تمنياتي لها بالشفاء. شكرا. خير يا دكتور؟ اقعد يا جابر. انا عندي معلومات بتهيألي انها تهمك قوي. ماجيكو؟ الملف ده فيه بيانات عن اتنين من موزعين البودرة اللي كانوا بيتعاملوا مع رياضة زياد وراتب أبو الجود. من فترة كده اختلفوا مع رياضة زياد وسابوه علشان كان عايز يغلي عليهم الأسعار. دلوقتي هما بيدوروا على مورد جديد. بتهيألي دي هتكون فرصة كويسة قوي ليك يا جابر. لو قدرت توصل لهم وتكسب ثقتهم هتقدر تعمل معهم شغل كويس قوي، هتكون فرصة بالنسبة لك قوية. الملف ده فيه بياناتهم وتليفوناتهم وعناوينهم. طمني يا دكتور. جابر مش هوصيك، خد بالك الموضوع مش سهل وحرص قوي من نصار وراتب أبو الجود ورياض الزياد، وبالذات رياض الزياد. اسمعي يا دكتور، شغلانتنا دي كلها خطر في خطر، بوجود رياض أو نصار أو غيرهم. المهم نعرف إزاي نشتغل صح من غير ما نقع في الغلط. أنا معجبة بيك قوي يا جابر، وكل ما بعرفك أكتر كل ما بحس إن اختيارنا في محله. مين يا عم ده؟ معرفش.
تليفونك ولا تليفون مين ده؟ تليفون غرام. اقفله اقفله. وبعدين بقى؟ نفس النمرة؟ ايوه. دش يا عم وراح دماغك. الشغاله بتاعتها ونزلوا ومن يوميها بحس ولا خبر. الناس مين دول؟ بصراحه انا سمعت خطوات ناس كتير قوي وسمعت باب الاسانسير بيتفتح ويتقفل لكن ما شفتش اي حاجه. اصلي خفت اخرج. شكرا لك. شكرا. سعيد اسمعني على الحوش هقول لك بعدين. سلام. جابر مالك في ايه؟ خش البس هدومك بسرعه. اوعى تقول لي البضاعه اتقفشت. خش يا حنفي. حاضر. ما تقفلش زفت تليفونك مره ثانيه. يعني ايه اعمل فيها حاجه؟ هكون خطفها يعني وبيعلم علينا؟ ما اعرفش. المهم اعرف دلوقتي هي فين. طب ودي هنعرف هي فين ازاي؟ يا جماعه اهدوا شويه خلونا نفكر هنتصرف ازاي. ما تتعبش نفسك. العيال دي حويطه. هتلف تلف وراهم وبلع ولا توصل لحاجه. حاوطة ايه؟ قول انك انت اللي طلعت خايب مبقتش ليك لازمة. وليه اللون الغامق معايا ده؟ ده انت حتى حبيبي وبحبك وشفاف. شفاف ايه وبتاع ايه؟ مصار بيه زمانه جاي وحيسمعنا كلام يسم البدن. يسمعك لوحدك عفيفي اوت بره الحكاية دي اصلا. ليه بقى حضرتك على راسك ريشة ولا ايه؟ ولا فاكر نفسك لسه زي زمان ايام النجمة ايام العز ايام ما كانش يرفض لك طلب عشان خاطر عيونها؟ بسم الله عليك. زمان ايام ما كنت تبع النجمه دلوقتي بقى انا تبع نصار بيه شخصيا. يعني يا شمال الروس اتساوت. لا بالحق ما قلتليش اخبار نجمتنا ايه. مالكش دعوه ما تتكلمش الموضوع ده خالص. وقوم روح شوف شغلك. شوف العيال دي ناويين على ايه. ماشي. انت حبيبي وبحبك ومش هعملها معاك عشان انت برضو الكبير. سلام يا شومة. شومة ايه الرجالة دي؟ ما انت الغلطان برضو يا شومة. بقى بالذمة ده راجل تعتمد عليه انه يراقب لك جابر ويجيب لك اخبار. خليك في حالك. خليك في حالك مش لصاقت كمان. هو بس هو اللي ساكن بموت في الاخضر. مش ده عفيفي؟ هو يطلع مين عفيفي ده راح؟ ده جوز ام غرام. وبيهبب ايه هنا؟ تلاقيه قاعد مع شمال حنفي. تعال انا وراك. هو ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اخرس يا ضلع تلق. حاضر انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه بس شيل صباعك. اطلع. حاضر حاضر. ايه يا عفيف؟ ايه النظام؟ هتتكلم ولا ايه؟ ما تنطق يا عم الكتوم.
الواد ده مش ناوي يتكلم. شولع اقفل عليه. لا 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 قدامي لا قدامي. استنى شكله عقدة لسانه اتفكت وعايز يتكلم. الرصاصة التانية هتكون في نص راسك. وديته غرام فين يا ولاد الكلب؟ أنا كل اللي أعرفه إنها في عزبة في القناطر. فين؟ ما أعرفش والله العظيم ثلاثة ما أعرفش. أبوس إيدك طلعني من هنا يا جابر. تاني ما أعرفش. ما تنطع يالا. خلص على الواد ده. بس أنا أعرف اللي يعرف. مين؟ نصار بيه طبعا. وشمال. برضو مش عايزة تقولي جابر ناوي على ايه؟ فاحسن لك اتكلمي. تعبش نفسك نصار باشا. غرام هانم مش معانا خالص. ده في ملكوت تاني دلوقتي. تعرفش اي حاجة عن اي حاجة. مادام بتعرفش اي حاجه عن اي حاجه يبقى ما تلزمنيش. خلي الرجال يخلصوا عليها ويرموا جتتها في اي مصرف. عين العقل يا باشا. صعبان عليا جابر قوي على حنفي. مش عارف هيلاقيها منين ولا منين. من اللي حصل لهم وربنا يشفيها، ولا اللي حصل لغرام ده كمان اللي جازود المبلطين. الا بالحق يا سعيد، هي مين غرام دي اللي جوه؟ بقى يهمك قوي يا عم حنفي مين؟ ما انت شايف اللي حصل لها ايه؟ الجو بتاعه. حب جديد؟ حب جديد؟ ايه الاسئله الحريمه دي يا حنفي؟ هو ده اللي يهمك يعني حب جديد ولا قديم؟ ايوه يا سيدي حب، ومعششه في دماغه كمان. شد ابو تسلول.
احنا المفروض نتصرف ونروح نجيب لها دكتور نشوف يعمل معاه ايه. دكتور ايه يا سعيد؟ ايه رايكم في البنت صباح؟ صباح ايه يا حنفي؟ يقول لك دكتور تقول لي صباح؟ يا عم صباح دي كانت ممرضه في المستوصف اللي جنبينا، بتفهم في الحاجات دي؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ تجيب صباح؟ خلاص يا جابر انا فاهم انت بتفكر في ايه، طالما كانت في المستوصف تعرف تحط لها ميكروكروم تعالجها شويه قطن اي حاجه ماشي. قول لها دي اخت سعيد ومتخانقه مع جوزها وجوزها ضاربها وجايبينها هنا تقعد يومين لحد ما الجو يروق. ما تقلقوش انا هنيمهم على الاخر، انا هروح اجيبها. هجيبها. انا عارف انه مش وقته بس لازم نشوف هنعمل ايه مع الدكتوره والموزعين اللي هتنصر. ما تكملش يا سعيد، ما تكملش، اطمن على امي وسماح وبعدين هنتصرف. هو ده قدرنا ولا ايه؟ طيب 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 خلصي خلصي. انا في ايه اللي جايبك دلوقتي؟ غيري هدومك بسرعه وتعالي معايا. اروح على فين دلوقتي؟ هفهمك بس غيري ما تلوكيش. على فين يا واد؟ ما تلوكيش يلا. طيب خش خش بسرعه. ازيك يا جابر؟ هي فين يا سعيد؟ اختي جوه تعبانه الله يخليك الحقيقه. ما تقلقش يا اخويا تعالى. يا لهوي مين اللي عمل فيها كده؟ جوزها الواط ابن الحرام، بس حياة أمه ما عدها له. هتقدري تعالجيها؟ ربنا يسهل، بس عاوزة شوية حاجات. عايزة الأول مية سخنة وحد يروح الأسجخانة يجيب لي بلاستيك وشاش وقط وإذا ستين بتاتين، بس يا رب ما بقاش فيها كسور. حنف أهو سعيد جهز اللي قالت عليه صباح وفضل أنت هنا. ها هتروح فين؟ مستشفى، اطمن على امي وارجع. سلام. عايزة مالي هتولدها ولا ايه؟ ايه يا شومان؟ بتقول ايه؟ وانت فين دلوقتي؟ طب انا جايلك حالا. فين؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا باشا، بعد ما سبناهم بالليل امبارح وروحنا اتصلوا بيا في الفجر وقالوا لي تعالى في كارثه حصلت. غرام ملهاش اي اثر. يعني ايه ملهاش اي اثر؟ تفتكر مين اللي عمل كده؟ جابر؟ مش بعيد يكون هو. في الحقيقة يا باشا احنا مرضاش نبلغ البوليس الا بستك تشرف وتشوفنا نعمل ايه بالظبط. لا بوليس لا، انا مش عايز مشرف. في الدكتور كتب لنا على خروج. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. يلا مرتا يلا 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 يلا. دورتي بيتك يا ست الكل؟ ده مش بيتي اللي كان نفسي ارجع له. هنا اريح لك يما، هنا اريح لك من التعب والشقة ووجع القلب. اللي تشوفوه يا ولاد، انا خلاص لا بقيت اصد ولا ارد. انا بقيت زي الشنطه اللي جنبك دي يا اشجان، حطيها مطرح ما تحطيها من سكات. يا حبيبتي ده انت كلمتك زي السيف،
واللي عايزاه هيتنفذ يا حبيبتي. أمورينا يما، احنا من ايدك دي لايدك دي. دخليني اوضتي يا شجان. يا باشا. ايه يا عم؟ عملتوا ايه؟ كله تمام يا باشا، كله تمام الحمد لله. يا باشا، هنعمل ايه مع العيال دي؟ العيال دي بقت شوكة في ظهري، ولازم نخلص منهم. أنا بقول يا باشا نخلي عوني يعمل فيهم بلاغ من المجهول، والشرطة تقبض عليهم، وإحنا بقى ما لناش دعوة بيهم خالص. لا شومان، لا. اوعى يا عوني تعمل كده. العيال دي كل سرنا معاهم، لو اتقبض عليهم محدش عارف هيقولوا ايه. يعني نسكت لهم يا باشا؟ مش هنسكت لهم. انا بس اوصل لغرام اعرف هي فين، بعد كده خلص عليها وعليهم. انتي في بيت ام جابر وانا صباح جارتكم. ما تقلقيش، اخوكي سعيد وصلني عليكي. اخويا للنيلة دي فقدت الذاكره يا اختي. اخوك انت نسيتيه ولا ايه؟ على فكره يا اختي انا كنت متجوزه برضو واحد زي متنين عينه جوزك ده، صبحني بعلقه ومسيني بعلقه، بس غرف 60 ده قادر يا كريم ربنا ياخده، عقبال جوزك هو كمان. مؤاخذة يا اختي، هو انت اسمك ايه؟ سماح. سماح؟ ايه العسل ده؟ عشت الاسامي يا ست سماح. جابر الحمد لله على السلامة يا اخويا. شفت سماح فاقت ورقت ازاي؟ انا اتصرفت لها في جلابية بدل هدومها المتقطعة. تسلمي يا صباح. لا يا اخويا ما تقولش الكلام ده، احنا مفيش بينا الكلام ده. امال سعيد احنا في فين؟ على القهوة يا اخويا. انت هلا. حاضر يا اخويا من عينيا. أنا هروح واجي على طول. بالعافية. بتدوري وشك كده ليه؟ مش عايزك تشوفني وأنا كده. أشوفك وأنت كده؟ هشوف دي حبيبتي، ودي عمري، ودي روحي، ودي قلبي. وحكاية سجابر عامل لنا الشقة هنا محطة ولا ايه؟ ولا تلاقيه بيأجرها من ورايا بالشيء الفلاني؟ فلاني ايه وعلاني ايه يا جدع؟ جابر خلاص ما بقاش محتاج. بقولك يا معلم عطر. نعم. خد دول يا عم الحاج، وعايزك تاخد بالك من الدفا اللي عند جابر، انت وصباح. ولو احتجت لأي حاجة يا عم بشر لنا انت بس. والله ما له لزوم، والله ما له لزوم. جابر ده أصيل وابن أصول وضيوفه ضيوفي وفي عيني.
هي الضيفه دي ناويه تقعد هنا كتير؟ جرى ايه يا عم؟ ما تبطل السيم والجيم بتاعتك، احنا في محكمه هنا ولا ايه؟ مش سيم وجيم ولا حاجه، احنا هنحط الضيفه في عينينا، هنغصبها صباح هنشوف طلباتها على الاخر وهنريحها على الاخر. ريحها يعني ايه؟ ايه شغل رايه وسكينه دي؟ انا ابتديت اقلع على الضيفه. دمك خفيف يا حنفه يا مراجيح، والله طول عمري بحبك كده لله لله. نفس المشاعير. ربنا يوفقكم بجاز انتوا الاثنين. سعيد سحانة جابر يا اخويا عايزك. وجهت؟ يلا يا عم انت. اه في الشقه يا اخويا. ما وصلكش يا معلم عطوه. في عينيا. متى صباح؟ مين الضيفه دي اللي هتقعد في شقه جابر؟ وانا اش عرفني؟ فلحه، فلحه يا اختي طول عمرك زي ابوكي. صفية ماتت يا جابر. قتلوها ولاد الكلب والدنيا، ما كانش ليها اي ذنب. قتلوها يا جابر. ورحمة أبويا، ورحمة أبويا لاخد حقك وحقها، ولو حد فكر يمس شعرة منك تاني أنا مش هدفن، هاكله بسناني. متخافيش. يا حبيبتي. النهارده من المستشفى. الحمد لله على سلامتك. اسلمك. الغرام عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اسمع، عملت ايه مع الموزعين؟ اتصلت بواحد منهم وخدت ميعاد منه معاه النهارده بعد الظهر. حلو. اسمعوني على العربيه. ما تخافيش. ايوه اضحكي. ايوه. سلام. بتعملوه ده؟ في ايه؟ جابر سلاحك يلا! سلاحك! خلص! بلاش لعب بالسلاح يا بكير، هتعور نفسك. بكير! خد عفيفي واطلع بره. اقفل الباب وراك. وعلى مهلك على فيفي. ايه يا سجاير؟ ايه الدخلة الناشفة دي؟ في ايه؟ انا عرضت عليك عرض وانت رفضت، وده حقك. قلت لك انا من سكة وانت من سكة، وانت اخترت وده برضه حقك. لكن تلعب معايا بوساخة فده مش حقك ومش على حقك. وصلت بيك الجرأة انك جاي تهددني في مكتبي؟ احمد ربنا انها جت على قد التهديد. بعد اللي عملته مع غرام كان لازم افرمك، بس انا مش ناسي. مش ناسي يوم ما اتقبض على امي وانت ساعدتني. ده دين في رقبتي، وده اللي مخليك عايش لحد دلوقتي. بس بعد اللي عملته يا نصار بقينا خلاص.